اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده يوم السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا اسئله كتير في المطبخ، بنتابع الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، الكبسه بتتعمل ازاي؟ بنروح نعمل عمره، بتزور الاراضي المقدسه، بنزور الشعب السعودي، توحيه كبيره من التلفزيون المصري لكل الشعوب العربيه. الكبسه اكله خليجيه عربيه، تعالوا شوفوا نعملها النهارده مع بعض ازاي بتفاصيل المغازي والتركايه اللي تخليك تاكلي الكبسه كانك بتاكليها في الخليج بالطعم الخليجي. توابل الكبسه هي عنوان الكبسه. ايه الفزوره دي يا عم الشيف؟ عندنا اللومي، عندنا الورق اللورو، عندنا الحبان اللي هو الهيل، عندنا كمان القرفه اللي هي الدرسين، وعندنا القرنفل اللي هو المسمار. دي المسميات بتاعته عند العطار عندنا في وسط البلد وعند العطار في الخليج. معانا النهارده عدل الكبسه، سلطه مشهوره جدا اسمها سلطه الدجوس، برضو بتتسال على السوشيال ميديا ايه هي. هي سلطه طماطم بالكزبره، عصير ليمون، ثوم، البعض يحط لها نعناع يابس او نعناع اخضر حسب الرغبه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه مصريه لطيفه وجميله، وفيك تتحكمي فيها سبايسي او مش سبايسي بالفلفل الحار. الحلو بتاعنا النهارده انا بعشقه، مهلبيه. المهلبيه لها تفاصيل كتيره قوي على فكره، تقدر تعملها بالحبان، تعملها بالقرفة، تعملها بجوز الهند، تعملها كمان بالتمر، زي ما انت عايزة. هنعمل المهلبية النهاردة بالقرفة بطريقة لطيفة وجميلة، بما ان احنا محتاجين لحلويات في الشتاء، والقرفة كلنا عارفين ان هي بتدي طاقة وبتساعد على الدفء وخاصة في ايام الشتاء. تفاصيل كتيرة النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة بناء رغبة حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعة السوشيال ميديا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير، زي المغازي ما بيقول دايما. ازاي نشوف مقادير الكبسه على الشاشه بتفاصيل صغيره، تقدري تعملي الاكله اللي نفسك فيها، جوزك حابب ياكلها من ايدك، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. كبسه بالدجاج، ده المسمى الخليجي بتاعها. كبسه بالفراخ، عندنا فرخه حسب عدد افراد الاسره، معانا رز بسمتي برضو الكميه حسب عدد افراد الاسره. انا اعملها بالخضار، معانا كوسه ومعانا جزر، ده الخضار بتاعنا، انا حابب اضيف لها خضار عشان اعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها، ومعاها بطاطس ومعانا بصل وتوم. والبهارات العربيه بتاعتنا، ايه البهارات العربيه بتاعتنا يا عم الشيف؟ وده عنوان الكبسه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. لومي اللي هو الليمون الجاف، معانا ورق لورو اللي هو ورق الغار، معانا الدارسين اللي هي القرفه، معانا المسمار اللي هو القرنفل، معانا الحبهان اللي هو الهيل. دي المسميات العربية للبهارات بتاعة الكبسة أو البرياني أو المندي أو المشخول. دي أكلات كلها عربية لها تراثها ولها عمقها طبعا في كل الدول العربية، اللي بنوجه لهم تحية كبيرة من هنا من شاشة القناة الأولى. أنا هجيب البهارات كده ونشرحها مع السادة الأساتذة المصورين بعد إذن حضراتكم، دي مهمة جدا عشان البهارات دي هي عنوان الكبسة. معانا اللومي اللي هو الليمون الجاف، ده موجود في دول الخليج، في منه الابيض. الابيض ده برضو نفس القصه، بس انا بحب الليمون الاسمر لانه بيدي طعم والفليفر بتاعه حامض شويه، بيدي طعم للكبسه وللرز بالذات. معانا القرنفل اللي هو المسمار، المسميات بتاعته، ومعانا القرنفل القرفه اللي هي الدارسين، والحبان اللي هو الهيل، والورق اللورا، زائد البهارات الثانيه بقى، شويه كمون، شويه كزبره حسب نوعيه الفراخ، او نعملها بالسمك او نعملها باللحم. هناخد الفرخة الحلوة دي كده، الجميلة دي كده، تعالي يا ست الكل، ونقطعها نخليها تكفي أفراد الأسرة كلها. هي دي الشطارة، ده انت بقى شاطرة، وريني تقطعي الفرخة ازاي زي الشيف المغازي بيقطعها كده. أول حاجة نضرب السكينة كده في السلسلة بتاعتها أو في الظهر بتاعها، ونشيل السلسلة اللي بتعمل لنا مشاكل، وجود الدم المتراكم ما بتستويش بسرعة، نبقى قاعدين بناكل الكبسة نلاقي فيها إيه؟ نلاقي فيها عظم ما بين اللحم وبعضه، أنا مش عايز الجو ده. بس دي تترمي؟ لا، انا عايزك بس النهارده، احنا عارف انك انت ممكن تعملي الكبسه احسن مني، بس انا فرصه بنجاوب على اسئله السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت كمان بعلمك ازاي تكوني اقتصاديه في مطبخك وتستفيدي بكل حاجه. خلي بالك ده مهم جدا، اهم من اي حاجه. عظم الفرخه اللي طلع ده انا مش هرميه، انا هحطه هنا في ميه بتغلي اهيت على النار، واحط معاها شويه جزر وشويه كرفس وشويه بصل وشويه ثوم وقرن فلفل، واخليهم يغلوا على النار. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. ايه هو الموضوع؟ ان انا بستفيد بالبوكيه جرنيه بتاعي او بالشوربه بتاعتي، وابعد عن مكسبات الطعم اللي انا مش عارف مصدرها ايه ولا هي بتتعمل من ايه، ويبقى الاكل بتاعي طبيعي. هي دي اكله امي، زمان ما كانش فيه مكسبات طعم،
الطعم بيطلع من بين اصابع ايديها العشرة. فازاي نطلع الطعم ده زي ما الشيف المغازي شغال كده؟ حل على النار، خدنا العظمه بتاعه الفرخه والسلسله بتاعتها وحطيناها مع بوكيه جرنيه في قلب الحل. هنمسك الفرخه الحلوه دي كده نقطعها لي 10 قطع، ممكن نقطعها ل 12 قطعه. ازاي؟ نضرب السكينه في السلسله كده، كده بقت نصين معانا. حلو قوي. لو هنشويها ممكن في فراخ بتبقى مشويه نص فرخه مع رز بسمتي، ودي مشهور في بعض المطاعم، ممكن نمسكها نفس الطريقه كده، نيجي على الصدر ونيجي على الدبوس الحلو ده كده. شفت المفصل ده كده؟ السكينه ماشيه لوحدها. حلو كده. بقوا كده كام؟ 4. نجيب سكينه كبيره شويه. خلي بالك مسكه السكينه مهمه جدا علشان ايدك ما تتألمش مع وقفتك في المطبخ. شفت القطعه دي؟ خلصت. نيجي هنا نفس الطريقه. حلو قوي كده. كام عملوا؟ كام؟ 3 4 5 6. اللهم صل على النبي. ايه يا شيف مغازي، ايه انت شويه في ايدك تبقى كتير ليه كده؟ اللهم صل على النبي. اهو اهو اهو، تعالى على النص التاني واحنا مع بعض. اهو ناخد كده، نيجي على السلسله كده او على الدبوس ده كده، نطلع بيه كده. اهو انا بعشق ده بقى، سواء اكله كريسبي، اكله مشوي مع باربيكيو صوص، مع جوه الكبسه حاجه لطيفه كده، الموزه بتاعه الفرخ. هنخليها هنا كده ونيجي هنا كمان. شوف السكينه فين؟ نفس القصه. اللهم صل على النبي. الكسروله اتملت فراخ. انا عايزك تبقي زي كده، انا مش بعمل المستحيل، هي كل القصه ان انا بخش المطبخ بحب. انت كمان خش بحب زي ما انا كده بتشتغل. زي الفل. اللهم صل على النبي. كده الفراخ خلصت. هنشيل السكاكين دي، ملهاش عوزه عندنا، وتعالوا نتبل الفراخ دي بتتبيله حلوه كده. في نوعين من تتبيله الفراخ، التوابل الخشن اللي احنا شرحناها من البدايه خالص، اللي هي عباره عن لومي وحبان وقرفه وقرنفل، احنا هنحط هنا بهارات الناعمه عشان الانسجه بتاعه الفراخ تشرب من البهارات دي. الكركم اساس الكبسه، الكركم دي عشبه، اما الكاري شبيه له، دي تركيبه من التوابل عشان ما نخلطش بين الاثنين. بس لو حطيتي كاري ما بقتش كبسه. حط فلفل اسود، شويه ملح، ونتبل الفراخ بالتتبيله بتاعتنا الحلوه دي كده. موضوع بسيط خالص، زي الفل. وربنا مبارك في الفراخ، وزي الفل تكفي عيله وجنب العيله وتهدي منها حبايبك واصحابك. شويه زيت حلوين، شويه توم طازه، ونمسك الفراخ يا عم الشيف نقلبها التقليبه الحلوه دي كده. الله. نقف محطه هنا وسمي المحطه دي على التليفون بتاعك كده، محطه الابداع والرؤيه والفن. الفراخ بالطريقه دي ممكن تشويها، تبقى فراخ مشويه مع بطاطا بولنجير او بطاطا مقليه. الفراخ دي ممكن تعملها صينيه بالبطاطس، تبقى صينيه فراخ بالبطاطس. الله عليك يا عم الشيف. الفراخ دي ممكن تعملها كريسبي، تقليها بنفس التتبيله دي، بتغليها غلوه ميه وبعد كده تحطها في التوبنج بتاعها اللي هو البيض والبقسماط، وتبقى لطيفه وجميله. وهكذا من الامثله اللي ممكن انت تبدعي فيها طالما الفرخه متقطعه تحت ايدك بالاشكال دي. طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها معلقتين من الزيت مع مكعب من الزبده عشان اخد الاحمرار والجمال بتاع الفراخ. حلو قوي. اللهم صل على النبي. ونمسك الفراخ نديها صدمه ناريه. الله. والله فرخ مستغربه يا فاروق يعني. شفت ازاي؟ اللهم صل على النبي. ما تعملش كيلو. زي الفل يا عم الشيف. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا بصل وعندنا توم، هننتظر على الفراخ دي تاخد الصدمه الناريه، لان مهم جدا احمر الفراخ قبل ما احط لها البصل والتوم اللي انا هتعامل فيه دلوقتي. انا عايز اعملها بالخضار، تقدر تعمليها بالكوسه، بالجزر، بالبطاطس، زي ما انت عايزه. انا جايب شويه خضار معايا. ايه المشكله لما انا ادعم طبق الكبسه ده كده عشان تبقى قيمته الغذائيه عاليه والاولاد يستفيدوا بيها؟ الناس اللي مش بتاكل خضار فرصه تلاقي مع طبق الكبسه شويه خضار حلوين. هنيجي مع بعض كده. اللهم صل على النبي. نقطع البصل بتاعنا ده كده. تقطيعة البصل دي مهمه جدا على فكره عشان نحافظ على شكل البصل جوه الكبسه.
كريهات، مصطلحات طهويه مالكيش دعوه بيها، يعني مكعبات. اهو اللهم صل على النبي، نفس الطريقه. طعمها مختلفه مش ناعمه. حلو قوي. الرز البسمتي في عمل الكبسه لازم تختار الحبه الطويله البيضه، بلاش الحبه اللي لونها اصفر، مش هتظبط معاك الكبسه، مش هيبقى طعمها حلو. خلي بالك تختاري الحبه البيضه الطويله، وده موجود في اي سوبر ماركت. هنقلب الفراخ دي يا عم الشيف. الله الله، ريحه الفراخ قبل ما تستوي. شايف الفراخ لونها عامل ازاي؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. انا شخصيا بعد ما اطبخ الرز مع الكبسه هاكل الرز واسيب الفراخ. اخد البصل ده كده، الله، هو ده هو ده، شويه بصل حلوين كده من خير ارضنا. البصل الاحمر او الابيض مش مشكله، مش هو ده الموضوع، الاثنين يعني بيأدوا غرض، بس البصل الاحمر دايما في الطبخ بيكون احسن. ولكن لو عايزه تعملي شوربه البصل الفرنسيه تعمليها بالبصل الابيض تبقى لطيفه. تعملي يخره البصل بالطماطم، اكله عربيه مشهوره اسمها المغموره، اللي هي بصل وطماطم على النار. على فكره اكله صحيه من الدرجه الاولى بزيت الزيتون. دي كمان تتعمل بالبصل الابيض تبقى لطيفه وجميله. شلت الفراخ مع البصل، سيبها كده بالشكل ده كده تستوي. التحميره دي مهمه. البهارات العربيه بتاعتنا، القرفه، ورق اللورو، ده عنوان الكبسه. كبسه من غير البهارات دي ما بقتش كبسه. حبهان اللي هو الهيل، دي المسميات بتاعته. قرنفل اللي هو المسمار، والقرنفل ده مفيد جدا وصحي جدا، ممكن نشربه مع الشاي يبقى لطيف. نحط اللومي بتاعنا. الكبسه لو ما فيهاش حبايه لومي سودا كده ما تبقاش كبسه. تركات المغازي، شفت الحبايه اللومي دي كده؟ اهي معلش اهو اهو، لا لا اهو اهو، دي قاسيه شويه اهو. شفت اللومه دي؟ اهو دي مهمه جدا اهو، هو ده، دي التركايه اهي. اللهم صل على النبي، هي دي الكبسه. ليه كسرت حبايه اللومه يا شيف؟ عشان اخد الحموضه بتاعتها بسهوله. نقلب كل ده مع بعضه. دي الكبسه العربيه الاصيله على اصولها. نقلب. بنتسال على السوشيال ميديا، من ضمن الاسئله اللي بنتسالها، الكبسه لونها احمر ولا لونها ابيض، وازاي بقى لونها احمر او لونها ابيض وهكذا، وخاصه الكبسه اللحمه الضاني. وده سؤال مهم جدا، فرصه ان انا اجاوب عليه. الكبسه اللي لونها احمر بتاخد طماطم، الكبسه اللي لونها ابيض ما بتاخدش طماطم. انت ممكن بتحط بهارات، البهارات دي على فكره ممكن تبوظ لك لون الشوربه، تبقى لا بانت حمراء ولا بانت بيضه. ففي الحاله دي بترفعي ايدك من البهارات الناعمه، تستعمل البهارات الخشنة عشان يبقى لون الشوربة معاك رايق، وتطلع حبات الرز بيضة وزي الفل. ده مهم جدا على فكرة. احنا بنروق الدنيا كده، اصبر شوية على الفراخ بتاعتي ما تاخد تحميرة مع البصلة، وتبدأ البصلة تطلع طعمها وجمالها ولونها بالشكل ده كده مع البهارات اهو. على فكرة تقدر تعملها كبسة من غير خضار هنا لو انت حابة. البعض ممكن مش عايز خضار معاها، مفيش مشكلة. طب لو هنعملها بالطماطم يا شيف مغازي، نحط طماطم مضروبه في الخلاط ولا طماطم متقطعه مكعبات؟ اختياري، زي ما انت حابه. ممكن تضربي عصير طماطم في قلب الخلاط وتحطيه، ممكن تقطعي طماطم كريهات مكعبات وتحطيها حسب الرغبه. ولكن الطبق الكبسه لازم على القرن فلفل حار بالشكل ده كده، بيتحط في قلبها سليم. معانا الخضار بتاعنا، انا حابب احط لها شويه خضار للامانه. نحط شويه كوسه، ده الجديد بقى، ده الاضافه بتاعت الشيف. شويه كوسه متقطعين كده، شويه جزر متقطعين كده، ده اختياري. انا بعشق البطاطس اللي بتبقى جوه الكبسه، وبعشق الخضار كله اللي بيبقى جوه الكبسه، وخاصه لو واخد من طعم الفراخ وطعم الرز. ننزل بالبطاطس دي كده. الخبره الطهويه بتقول ايه؟ ما ينفعش اجيب ميه ساقعه من الحنفيه واحطها دلوقتي كده، انا ببوظ اللي انا بعمله. ما اعمل ايه يا شيف مغازي؟ معايا حله على ايدي اليمين، نبص عليها كده، فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس بدانا بيها الحلقه. معايا السلسله بتاعه الفرخه وظهر الفرخه
العظم بتاع الفرخه حط جواها، عندك شويه عظم طلعيهم، ده الطعم اهو زي الفل. بنبدا نحط، شفت الحله اتملت ازاي؟ دي بركه والله العظيم، اللي بيحصل في الحله دي بركه. سمي بسم الله وخش واشتغل زي الشيف المغازي، دي البركه. ما تقوليش ده كتير، ها هي فرخه اهو. ناخد الشوربه بتاعتنا اهو اهو، اللهم صل على النبي اهو 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 اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو بس خلاص، نغطيها نغطيها ونسيب الفراخ تستوي والخضار يستوي وطعم الفراخ مع طعم البهارات العربية. آخر حاجة بننزل بها الرز. عينيا آه، شفتوا الحلاوة يا شباب؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ آه، زي ما قال المغازي، مش الكتاب، الكتاب مش هتلاقي فيه الكلام ده خالص، إحنا خارج المكرر. خلينا نغطي الكبسة بتاعتنا اللطيفة الحلوة دي كده بالطعم العربي الأصيل، وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل عمل شوية مهلبية بالقرفة. إنما إيه؟ تعزمي عليهم حبايبك وصحابك وحماتك وماما. اه تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير. هنعمل ازاي شوية مهلبية بالقرفة بطريقة بسيطة وسهلة، وتقدري تهدي بقى حبايبك والجار والحبايب، والنبي وصى على سبع جار. ايه المشكلة لما اخبط على جاري بطبق مهلبية؟ مش هيرجع فاضي، يا يرجع يا اما في بصارة يا اما في مسقعة، ودي عادات مصرية قديمة من زمان. مقادير المهلبية على الشاشة، شوية نشا تقريبا نص كوب، معانا 3 كوب من الحليب وحسب عدد افراد الاسره الكميه برضو. السكر ده اختياري، انا هحط نص كوب من السكر، ما بحبش السكر كتير فيها، عايزه تحط كوبايه اهلا وسهلا. معانا قرفه ناعمه، معانا فانيليا، ومعانا جوز الهند برضو اختياري. حلو الكلام؟ اختياري ده كان سؤال يجي لنا زمان في الثانويه العامه، كان طبعا الواحد ما بيصدقش ويجاوب، ما بيجاوبش عليه، ما بيصدق. تعالوا مع بعض نحط الحليب على النار اهو. حلو قوي، خلي بالك مهم جدا انك انت تنزلي بالنشا على الحليب في الوقت المناسب، عشان البعض مننا بيعمل المهلبيه يا اما بعد ما بتستوي تلاقيها كلكعت منك، يا اما بعد ما تغرفيها وتحطها في الثلاجه تبقى مصيصه مش باينه مهلبيه ولا زبادي، الحاجات دي كلها بنشوفها. فلغايه دلوقتي المهلبيه يا شيف مغازي على السوشيال ميديا ما بتظبطش معانا، نعمل ايه؟ ايه رايك اوريك صوره حلوه مخرجنا الجميل؟ بس تصلي على الحبيب قلبك يطيب. نفتح، قول افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، هو ده. شفت الكبسه؟ هي دي اه، اللهم صل على النبي. الفراخ مع الخضار مع البصل مع الطعم الخليجي بيتكلم مصر. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه ايه ده؟ خبره طهويه في قلب الحله. شفت الجمال؟ شويه الشوربه دول هنا حكايه، شويه الرز بقى يشرب من الشوربه دي. اه خلونا ننزل بالرز عشان نكسب وقت، عشان ناكل من الكبسه دي. اه الرز ينزل كده اه، يا سلام. الرز نازل مبسوط ليه؟ عارف ان احنا مهيئين له الجو، شويه شوربه حلوين، فرخه متقطعه نضيف كويس، متبله كويس، خدت صدمه ناريه. اه وارفع ايدك وقلبي، انا مش عايزين نزود ميه تاني للامانه، ولو زودنا هنزود من البوكيه جرنيل اللي عندنا، بس عشان الطعم ما يفصلش مننا، احنا ظابطين الطعم بالتوابل بالملح بكل حاجه. الشطاره في انك انت بقى في الكبسه تحط الرز المضمون. وليه سموها كبسه؟ علشان اللحمه او الفراخ بيتكبس جوه الرز. اه لسه عايزه كمان ننزل شويه. اه دي الشطاره هنا بقى، انت بتضربي المعلقه بتشوفي ايه نسبه وتناسب كده كميه الرز مع الخضار. آه. ما انا قلت لحضراتكم الكبسه دي بعد ما تستوي يعني ناكل الرز ونسيب الفراخ للضيوف، لان الرز هيكون خد خير الشوربه وطعم الخضار والجمال ده كده. خلاص كفايه، هنغطيها ونسيبها على النار يا عم الشيف تنسجم كلها مع بعضيها، وكده عملنا الكبسه بمدرسه المغازي بالطعم العربي الاصيل والتوابل العربية، عنوان المطبخ العربي.
ايه التوابل تاني؟ عد على اصابع ايدك الخمسه كده، لومي اللي هو الليمون الجاف ده، قرفه اللي هي الدارسين ده، الحبهان اللي هو ده، القرنفل اللي هو المسمار مش عارف راح فين، ورق اللورا، طبعا زائد البهارات الناعمه ملح وفلفل. حلوه قوي، هنغطيها عينيا. دي لازم تتغطى يا اخوانا علشان تستوي. تمام، نكمل موضوع المهلبيه. المهلبيه لما تيجي تشتغلي فيها طبعا لازم تكون الاواني اللي انت بتشتغلي فيها ما فيهاش لا بصل ولا توم، ومامنه الموضوع عشان ما يتعبش واجيب حليب واجيب نشا واجيب فانيليا وفي الاخر الاقي طعم المهلبيه توم او بصل. بيجي منين؟ يا اما البلانشه، يا اما ايدك مقطعه بيها طماطم سوري توم او بصل، ومكان تقطيع البصل والتوم باين في ايدك. الحاجات دي كلها لازم تاخدي بالك وانت بتعملي المهلبيه. اول حاجه هنحط شويه حليب هنا عشان نداوب النشا فيه. ما ينفعش تداوبي النشا في الحليب وهو بيغلي على النار، خلي بالك، الحليب هنا بيغلي جاهز اهو. نحط ايه في الحليب وهو بيغلي؟ نحط السكر. حلو قوي. نحط الفانيليا. حلو قوي. أنا من عشاق جوز الهند اللي هي دايبة جوه الحليب. مش اللي مزين بيها، لا اللي هي دايبة جوه الحليب، اهو. شوية كده صغيرين. طعم هنا بيفرق خلي بالك. دي تركاية، بيسألوا على السوشيال ميديا المهلبية بتنشف مننا، نيجي نطلعها من التلاجة تاني يوم الصبح نلاقيها مشققة وناشفة، نضرب فيها المعلقة مش عايزة تنضرب، نعمل إيه؟ لأنك أنت يا أختي الكريمة، يا ست الكل، يا أمي، يا خالتي، يا عمتي، يا كل متابعينا اللي بتحبوني، لازم تحطي النشا على الحليب وتنتظر لغاية لما يغلي على النار، مش ترفعيه من النار قبل ما يغلي، لأن هو لما يغلي على النار أنت كده عرفتي النسبة والتناسب بتاعت قوام المهلبيه. بتعملي بقى بشاميل، بتعملي مهلبيه، بتعملي رز بلبن وهكذا. هننزل بالنشا هنا كده، حلو، كمان شويه نشا، ونقلبهم بالمضرب. لا 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 ما تخترعش، انت اخراجيا شاطر. واللي ممكن نحط دقيق بدل النشا في المهلبيه؟ يا راجل يا راجل، ده كلام، ما بقتش مهلبيه بقى بشاميل. ايه الفرق بين البشاميل والمهلبيه؟ الحليب في المهلبيه ياخد نشا، والحليب في البشاميل ياخد دقيق. خلي بالك. حلو، ولكن سبحان الله ينفع ان احنا نعمل وايت صوص بالنشا؟ ينفع مع المغازي، ينفع. ايه هي بقى الافتكاسه هنا؟ مكعب من الزبده او معلقه سمنه بلدي اضافه للنشا والحليب مع قليل من الكريمه اللباني، حولناه لوايت صوص مع مكرونه ماشي، مع سلطه، مع سوري، مع مشروب ماشي، حسب ما انت حابه. هناخد الحليب ده كده بالنشا. شوفي بقى الشطاره هنا بقى، هنا الخبره الطهويه هنا بقى بتقول كلامها. بص بقى على الحلاوه، بص على الحلاوه، صلى على الحبيب. وقلب واحده واحده. لقيت المضرب تقل معايا هسه. لس بس خلاص، ونقلب. طعم الفانيليا، الله، لو حد عنده برد هتروح البرد. ممكن تعملي حاجه حلوه تخليك احسن من المغازي بقى، هقول لك بقى. خدي مني بقى الحته اللي جايه دي بقى، جود يا شيف. الليمون الاخضر الحلو الجميل ده، يا ويلي، هو ده ده. هتاخديها وتاخدها بشره ناعمه صغيره كده في قلب المهلبيه، راحت في سكه ثانيه وفي حته ثانيه خالص. هي كده سحبه على المبشره الناعمه وفي قلب الخلطه دي حكايه، خلي بالك. الحاجات الصغيره اللي بقولها دي عشان انت تجودي وتبقى احسن مني. مهلبيه هنا جاهزه زي الفل. نبص على القوام، جاهز تشوف القوام؟ يلا العب. كده خلاص، ابص عليها كده، ايه الاخبار؟ بتبكبك، تبقى خلاص جاهزه للاكل. ليه المهلبيه ممكن تتاكل سخنه؟ انا بحبها سخنه. تعال نرفع كده القوام. ما تقطعش منك، قطعت يبقى انت في حاجه غلط. بص 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 بص، ايه الحلاوه دي؟ شويه مهلبيه زي ما قال مش الكتاب برضه المغازي. ايه الحلاوه دي؟ تعالوا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت بتشتغلي في المطبخ
تحط في الاعتبار لازم تعملي حاجة حلوة، الكل يقولك تسلم إيدك يا ست الكل. عندنا القرفة، عندنا جوز الهند، وتعالى خليكي تغرفي شوية مهلبية. الجيران والحبايب وحماتك لازم يقولولك تسلم إيدك يا مرات ابني. شفت الحلاوة؟ لما تيجي تغرفي المهلبية تغرفي كده بقى. جوز الهند هنا عامل عمايلها. الله، الشطاره في انك انت ما تجيبيش حاجه على الكوبايه او على الكاسه اللي بتغرفي فيها. تاني طريقه الغرف، بص مخرجنا اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، شفت المغرفه اهي، التركايه دي مهمه جدا. تاني بصي، بص بعمل ايه، خلاص بقطع الخيط اللي بينزل من المغرفه بتاعتك. تاني حلو، كمان مره. تقدري تعملي حاجه حلوه قوي على فكره، الاطفال بيحبوا الالوان. هتجيبي جيلي، جيلي فراولة، جيلي مانجا، جيلي برتقان، زي ما انت عايزة، وتجهزيه عندك، وتجهزي المهلبية وتعملها طبقات. هنعملها لكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات، ودي بهديها للأطفال الحلوين اللي بيحبوني، اللي بيمشوا في الشارع ويشوفوني عمو الشيف، عمو الشيف. حلو، تمام، زي الفل. أزينها بإيه يا عم الشيف؟ حاضر، أعمل حسابك في كاسة عينيا. تدفع كام؟ انت لو بتشتريها من بره دي حكايه، خلي بالك مش بالطعم ده ولا بالشكل ده. هنزينها ازاي يا عم الشيف كده اهو، يا دلعك. انا هكتب القناه الاولى. يا ولدي يا ولدي يا ولدي. القناه الاولى. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ جوز الهند، جوز الهند. جايه معاك حلوه دي. ايه الحلاوه دي؟ خلينا ناخد بعضينا وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل يا مغازي من الحلو مهلبيه، نرجع لسلطه عدل الكبسه بتاعتي الجميله اللي عايز مخرجنا الجميل يبص عليها واحنا طالعين فاصل. اوعى تروحوا بعيد. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحب ده؟ وايه الجمال ده؟ وايه انك تخش المطبخ بحب تعملي أكلة كلتيها في إحدى الدول العربية بالطعم والجمال ده؟ ده التفاصيل. إخواننا اللي بيسألوا على السوشيال ميديا، دي الكبسة. دي الكبسة، عايز تعملها باللحمة الضاني؟ استبدلي الفراخ باللحمة الضاني، هي نفسها. خلي بالك. بس في الحالة دي للأمانة لو هتعمليها بلحمة ضاني، الضاني زفر شوية. طب اتخلص من الزفاره ازاي يا مغازي؟ هتحطي قرفه ناعمه واللحم بيستوي على النار غير القرفه السليمه. تاني المعلومه دي، هتحطي قرفه ناعمه للحم غير القرفه السليمه اللي هي الدارسين يعني. حلو الكلام؟ ايه رايك في المهلبيه دي؟ تعالوا نعمل مع بعض طبق السلطه. السلطه دي هي عدل الاكله دي، خلي بالكم. السلطة اللي أنا أعملها من غيرها الكبسة دي هتبقى ضعيفة الشخصية. يعني إيه ضعيفة الشخصية؟ يعني عايزين حاجة كده حرشة، مش عايز أحط طبق مخلل بقى وطبق طرش والجو اللي إحنا عارفينه ده خالص. مكوناتها كالآتي: توم، كزبرة، عصير ليمون، زيت زيتون، شوية كمون، فلفل حار. حلو الكلام؟ تاني المقادير: توم مفيش بصل، وكزبرة خضراء مش كزبرة ناشفة، وفلفل حار، وطماطم، وعصير ليمون، وزيت زيتون. حلو الكلام؟ كبسه لطيفه. بص على الكبسه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الجمال. بص بتتكلم مصري، الطعم خليجي ولكن بتتكلم مصري، لان اللي عاملها شيف مصري دمه خفيف. زي الفل. هنجهز لها سرفيز. اللهم صل على النبي. تعالوا نغرفها مع بعض وهي قدامنا كده، بنشم الريحه الحلوه وبنستمتع بيها. نشتغل في طبق السلطه. ايه رايكم؟ زي الفل، تمام.
نغرف الكبسه ازاي يا عم الشيف؟ هو ده لازم سرفيس كبير يلم العيله، ولازم الطبليه يا نعم مقادير السلطه على الهوا، طماطم، كزبره خضراء، فلفل حار، والفلفل الحار اختياري، معانا توم، والتوم اختياري، مش عايزه توم ما تحطيش زيت زيتون، ولكن الكزبره الخضراء اجباري، حلو الكلام؟ ومعانا طبعا زيت زيتون وعصره ليمون. الكبسه من الاكلات الجميله الحلوه اللي لازم احنا كعائله نقعد على الطبليه كلنا ونستمتع بيها، خلي بالك. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ يا غالي من تحت زي فوق. حبايه الرز واحده. شفت الفراخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ انا بعشق بقى لما الكبسه دي تتعمل لي في البيت للامانه، بعشق البطاطس والخضار اللي في الرز، ما باكلش الفراخ للامانه. ليه بقى يا شيف؟ لان الرز والخضار واخدين من طعم الفراخ، فبستمتع انا بالايه؟ بالخضروات الجميله الحلوه، وخاصه البطاطس بيبقى طعمها رهيب رهيب والله رهيب. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ والقرن الفلفل الحار ده خليه سليم كده على وش الكبسه اذا جوزك بيحب الحار، عشان ما تظلميش بقيه افراد الاسره. مش هاجي بقى جايبه شويه شطه وحطاهم في قلب الكبسه كاني بقول لحد ما تاكلش من الكبسه دي، ما ينفعش. السرفيز اتملى، دي نعمه باينه كتيره في الطبق، دي نعمه، دي بركه، سمي بسم الله. نشيل ده كده زي الفل، تعالوا نجرنش الطبق بتاعنا وعنوان الكبسه البهارات العربيه، سواء بتغرفيها زي انا بغرفها كده، لازم حبايه اللوم تتحط كده بالشكل ده كده. دوري في الكتب ودوري في المدارس ودوري في الجامعات وشوف الكبسه بالطريقه دي، حلو الكلام. تعالوا نعمل السلطه الجميله الحلوه اللي هي عدل الكبسه دي. طب في حاجه غير السلطه دي يا شيف نقدر ناكلها مع الكبسه اللي مش عايز طماطم حاره ممكن فتوش، ممكن طبق تبوله، ممكن السلطه البلدي بتاعتنا الجميله، بصل اخضر وطماطم وجرجير وفجل، كل ده ممكن يتحط فيها. سلطه خضراء كده بتتقطع كلها كرهات صغيره تبقى لطيفه وحلوه. ولكن خلونا طالما بنعمل اكله من المطبخ العربي الاصيل، مع تحيه كبيره لكل الدول العربيه من قلب مزبيرو، لازم طبعا تعملي الحاجه التابعه ليها زي ما قال المغازي. انا ضد زمال الكتاب دي، الكتاب دي خلاص كانت زمان، دلوقتي فيه ابداع طهوي وفن طهوي ورؤيه طهويه للاكله واحنا بنشتري مقاديرها. تعالوا نقطع الخضار ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هعمل الصلصه بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه زيت زيتون. انا عايز اضربها في الكبه، بس بلاش اضربها في الكبه بتبقى قدامي زي شوربه الطماطم، ما بحبهاش. شويه توم. التوم يا اخوانا مفيد جدا خاصه في ايام الشتاء. اهو بيعمل ايه يا شيف مغازي؟ بيحرق الكوليسترول اللي في الجسم، زيه زي الجنزبيل زي البصل. الدرنيات، بصل، توم، جنزبيل، اكسروا منها فانها تذوب الكوليسترول والدهون في الاجزاء الدقيقه للجسم. شويه كمون، شويه بابريكا، حلو قوي، فلفل اسود وملح. دي التتبيله بتاعت السلطه اللي انا هشتغل فيها. فلفل اسود والملح بتاعنا الجميل، وندوب الخليط ده كده، ونقطع الطماطم ونحطها عليهم. عصره الليمون بتاعتنا اللطيفه، الله على صوت الليمون وهو نازل، فيتامين سي، حلوه. ونقلب الخليط ده كده بمضرب. انا هضيف حاجه دلوقتي تركايه كده، خلي بالك ليك انت وبس. شيف مغازي الله يسامحك، انا هاكل توم واحنا عندنا ضيوف وناكل توم، في الاخر نبقى قاعدين بنتكلم وريحتنا بتطلع توم، ريحه بقنا بيطلع توم، ما ينفعش. نعمل ايه؟ نصلي على الحبيب. معانا نعناع اخضر، بناخد الورق بتاعه مش العروق، خلي بالك، لانك لو حطيت العروق السلطه هتقلب على مرار وتبقى مره، ومتش عارفه المرار جاي منين لان ما عندكيش الخبره الطهويه. دي رقم واحد. رقم اتنين، مش بتتفرج على الشيف المغازي على القناه الاولى، عرق النعناع الاخضر بيمرر السلطه.
حطيتيه في الفتوش، حطيتيه في التبولة، حطيتيه في سلطة بلدي، بيمرر السلطة. بلاه مش عايزينه. قطفنا النعناع، عندك نعناع يابس حطاه في البرطمان، حماتك جايباهولك هدية من الصعيد الجميل، من الريف المصري الجميل، من مطروح مشهورة بالنعناع الحلو، حطيها في قلب السلطة. أنا بيجيلي بصراحة من مطروح نعناع اليابس الناشف ده. نفرم كده. الفرمة دي مهمة جدا، اوعي في حياتك تغسلي النعناع بعد ما تفرميه، خلي بالك اوعي، دايما اكتبيها على باب التلاجة. غسيل الخضروات الورقية تقطيع الورقات تقطيع الخضروات الورقية بعد الغسيل ليس قبل الغسيل. ناخد الورق ده كده في قلب السلطة. حلو قوي، موضوع شيق. كزبرة خضراء، الكزبرة الخضراء مش مشكلة بقى، فرميها كلها مع بعضيها مفيش مشكلة، خلي بالك. بس طبعا تتغسل الأول قبل التقطيع مش بعد التقطيع. شوف أنا بفرمها إزاي، أفرمها ناعمة. نعم يا غالي، لا ما تنضربش في الخلاط، ضربتها في الخلاط بقت ملوخية، لازم تتفرم بالسكينة كده. شوف التفاصيل، ماسك السكينة إزاي والكزبرة تحت إيدي، ومسيرك يا كزبرة تيجي تحت المخرطة. لياخي القطرة، كزبرة خضراء السلطة دي جميلة جدا. زي الفل، نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. ونمسك الطماطم دي نقطعها مع بعض. دي التتبيلة. الله. قطعي بقى الطماطم بالشكل اللي انت حباه، كاريهات، مكعبات، زي ما انت حابه. عايزاها سبايسي؟ عينيا. اوعي في حياتك تحط شطه بودر في قلب السلطه، مشاكلها الصحيه مع الاستمرار مع التكرار غلط، خلي بالك. استخدمي دايما الفلفل الحار بتاعنا ده كده، لطيف وجميل. مفيش منه مشاكل. والسلطه دي معروف عنها ان هي بتبقى سبايسي شويه، جنب الكبسه او المندي او المشخول او السليق او الجرسان او المرجوج، كل دي اكلات عربيه مشهوره في الدول العربيه، عملناها وهنعملها وكل يوم هنعملها بشكل تاني وبطعم تاني. ناخد الفلفل ده كده. الله. نقطع الطماطم بقى على هدوء، عشان كده انا سبتها للاخر لغايه لما مخرجنا يقول لي وقتك خلص، على قد ما قطعت على قد ما هقدم. شفتوا بقى الذكاء؟ ولكن الاهم انا عملته في الاول، ولكن هعلمك فرصة تقطعي الطماطم ازاي وتستفيدي بالسائل اللي موجود فيها. بشوف البعض بيقطع الطماطم بيفقد نص المية بتاعتها على البلانشة وهو بيقطع، وده مش كويس. أول حاجة بتقطعها كده وتيجي هنا كده، تشيلي دي كده عشان ما تستهلكيش أو منها كتير. بصي اوعي في حياتك تلاقي في طبق سلطة دي في الأكل، خلي بالك. أزعل يعني، انا والله للامانه يعني بلاقي بعض المطاعم بزعل قوي على فكره. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي بحرص شديد تشيلي طبعا الزهره دي او الحته اللي هي بتبقى في الطماطمايه دي، تشيليها من السلطه. مش لطيفه خالص يكون احنا عاملين تبوله ولا فتوش ولا عاملين سلطه زي اللي بعملها ولا دي في قلب السلطه. دي اسمها عدم الاعتناء، عدم الاهتمام. طبق السلطه طريقه تقطيعه طريقه غرفه بحكم منه مدى حبك للمطبخ ومدى اهتمامك للمطبخ ومدى اهتمامك بضيوفك اللي جايين، خلي بالك. يعني اقعد اعمل تبوله ده معناته ان انا بحب ان حماتي تيجي عندي وهي بتحب التبوله، كل ما تيجي تلاقي يعني هنفرم بقدونس ناعم، يعني هنفرم طماطم ناعمه، يعني هننقع برغل، وهكذا. طماطم اهي زي الفل، ونفس الطريقه برضو اهي. شفت انا بعمل ايه؟ شفت براحة خالص. واشيلها على جنب، مش بالغلط تيجي منك على السلطة، اخلصي منها مرة واحدة. بس انا بوري لحضرتك. شفت بقى ازاي بقطع الطماطمية؟ ما اجيش اقطعها كده،
خالص، خلي بالك قطعها كده. بصي بصي تلاقي الطماطمية بتقطع ساقعه تاني. بصي مهم جدا على فكره، انت ممكن على فكره تكون شاطره قوي جدا، بس تيجي في شويه تقطيع شويه طماطم تلاقي المطبخ كله ميه طماطم موجوده وعلى البلانشه والدنيا مش ظابطه. خلي بالك شفت الطماطم بميتها. ونحطها هنا عشان خلاص خلصنا، وهقطع طماطميه واحده بس علشان الشكل يبقى لطيف وجميل. واحده تانيه اهيت، تختار الطماطم الجامده، تعملي فتوش، بتعملي تبوله، بتعملي سلطه، اختار الطماطم الجامده. الحاجات اللي بقولها دي مدرسه طهويه، عشان نعمل اكله نعملها في 3 دقايق وخلصنا، ولكن البرنامج بتاعنا متنوع، بنعلم المبتدئين في المطبخ، بنعلم كل حبايبنا ازاي نمسك السكينه بطريقه صح عشان نقطع اللي احنا حابينه بدون ما يحصلنا مشاكل في ايدينا وفي مقبض ايدينا مع الوقت الطويل، لان المطبخ هو مدرستك، المطبخ هو مملكتك، المطبخ هو عنوانك، المطبخ هو مفتاح السعادة الزوجية ليكي ولأولادك ولأسرتك وضيوفك. من المطبخ ممكن تقولي كلام كتير من غير ما تتكلمي، حاجات لطيفة لازم تعرفيها، خلي بالك. حلو قوي كلام كتير من غير ما تتكلمي دي، خلي بالك. عايزة نجفة، عايزة ستارة، عايزة تغيري الفرش، عايزة تغيري تعملي حاجة حلوة، يجي بس يلاقي سفرة مية مية، كل حاجة أنت عايزاها تتم بعون الله. شايفة السلطة الحلوة دي كده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ نغرفها بقى عشان خلصنا. اللهم صل على النبي. يلا يا عم الشيف، حلوة عدل السفرة شوية السلطة الحلوين دول. ألف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. تقدر تخش المطبخ اللي انت حباه وانت واثقة من نفسك، زي ما قالت الست أم كلثوم، واثق الخطوة يمشي ملكا. هتعملي الكبسة، هتعملي أي أكلة أنت نفسك فيها، لأن معاك شيف شاطر بتتابعيه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضاء المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.